ايه رايك يا اسماعيل لو اجرنا الفيلا دي؟ دي تجيب لنا مبلغ مش بطال كل شهر، وناخد احنا بقى شقه على قدنا، مش لازم يعني الفشخره دي دلوقتي. شايفه كده فوزي؟ ما بتفكر صح يا بابا. اسمع الكلام، الفيلا دي بفرشها تجيب لنا ايجار مش اقل من 200 جنيه في الشهر، واحنا هنأجر شقه بكام يعني؟ ب 20 جنيه؟ 25 جنيه؟ اهو الباقي هينفعنا. يا بس يعني بعد ما عيشكوا في فيلا طول بحر نروح نسكن في شقه صغيره؟ انا اعرف واحد زميلي في المعهد عندهم شقه فاضيه في عمارته وساكنين جنبنا هنا في الزمالك. كلمه يا ياسين. والله زمان يا علي. ايه الغيبة الطويلة دي يا حمدي؟ اللي اقول لي انت شغال فين اليومين دول؟ عند فتحية محمود في شارع الالفي، بعزف بيانو وهي بتغني مونولوجاتها. الا اسماعيل بقالي سنة ما شفتوش، اخباره ايه؟ اخباره زي ما بتقراها في الجرايد. انا اتصلت من يومين كده بالفيلا بتاعته في الزمالك، رد عليا ناس غيره قالوا لي انهم مأجرين الفيلا منه. راح فين؟ اسماعيل ساكن دلوقتي في شقة صغيرة في الزمالك. أنا معايا نمرته أهي. خد لو حبيت أتصل بيها. ده أنت هتكسب فيه ثواب. إزاي يا حمدي؟ في متعهد لبناني اسمه كامل قسطنطي، عايزه في حفلات في الكويت. يا دين النبي، بجد يا حمدي؟ ده حالته مادية صعبة جدا، ده هيفرح أوي لما يسمع الخبر ده. تخيل يا حمدي، ده بقاله حوالي سنة ما بيشتغلش دلوقتي. خد كلمه دلوقتي حالا. الله يكون لسه فاكرني. معقولة؟ معقولة هينسى حمدي سالم؟ ألو إسماعيل؟ أنا حمدي. حمدي مين؟ حمدي سالم يا راجل. أيوة حمدي سالم، وحشني يا سمعة. إيه؟ لا 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 لا، ده أنا عايزك ضروري. ما تنزلش من البيت الليلة دي، اديني العنوان. احنا هنسافر يوم 1 يونيو، واول حفلة هتعملها ان شاء الله يوم 3، والتاني يوم 6، والتالت يوم 8 يونيو. والله زمان خير. على شو عم تضحك؟ اوعى تكون مش موافق. انت اصلك رجعتني 16 سنة لورا لما كنت بغني مونولوجات في الحفلات. طيب انا على حد علمي انك سنه 61 لما سافرت لليمن غنيت مونولوجات. بس دي كانت حاله استثنائيه يعني عشان الجيش المصري. طيب وهلا اعتبرها كمان حاله استثنائيه. وحاله استثنائيه عشان ايه امال؟ علشاني. عشان العشره اللي بيني وبينك. انت ناسي سنه 46 لما جيت على يافا وعملت لك احلى حفلات؟ خلاص بقى يا اسماعيل، قلت ايه؟ خلاص انا ما عنديش مال. ابو ياسين حعطيك 2000 جنيه والاقامة والاكل والشرب والسفر على حسابي. الله، ده ما فيش بعد كده يا ابو السباع. يلا خير خير ان شاء الله. المهم ان انا اسافر الكويت واسعد شعب الكويت. شنطتك جاهزة يا اسماعيل. طه ياسين خد بالك من ماما، خلي بالك منها زي عينيك. ها ياسين دي في عينيا. انا عايزك انت بس تاخد بالك من نفسك، تاخد بالك من صحتك، وما تقلقش علينا خالص. واهم حاجه معهد السينما اوعى تفوت اي محاضره الدكاتره بتوعك هيقولوا لي. ها وانا هفوت محاضره ليه وانا بحب السينما يا سمعه؟ انا قلبي متوغوش عليك يا اسماعيل. يا فوزيه قلقانه على ايه؟ يعني الحمد لله صحتي بقت زي البوم. هم الدكاترة قالوا ان انا اقعد عن الشغل سنة، فات منهم 11 شهر ما جاتش على الشهر ده فوزي. بس انت مسافر الكويت في شهر يونيو، والكويت في الوقت ده بتبقى حرة قوي. يا ستي يعني الكويت اللي هناك عايشين ازاي؟ زي ما هم عايشين انا هعيش يعني، ما تقلقيش. في اختراع اسمه تكييف بيسقع الجو، ما سمعتوش عنه خالص؟ اهو هعيش في التكييف. الفتك ياسين عرفه اهو. خلي بالك بس من صحتك وبكلمني كل يوم.
ماشي، ادعوا لي انتوا بس ان ربنا يوفقني وانجح هناك في الكويت. ربنا معاك يا بابا. يا رب يا اسماعيل، يا رب.